ينضم معنا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر النايل. سيد عبد القادر، بداية مرحبا بكم. عضو مجلس النواب السابق محمد العبد ربه يقول إن بعض الكتل السياسية تتخذ من فكرة التوجه نحو المعارضة شعارا لكسب عطف الشارع العراقي ليس إلا. كيف يمكن أستاذ عبد القادر يعني للوجوه نفسها المشاركة بالعملية السياسية وأيضا تطرح نفسها كمعارضة؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهدي قناه الرافدين الفضائيه. اهلا بك. من المؤكد ان هذه الشعارات حقيقه كلها جوفاء لا قيمه لها على الاثر الواقع العراقي، لان هذه الاحزاب هي مصممه من اجل ان تكون متواجده لاجل سرقه المال العراقي والاستحواذ على المناصب السياسيه دون النظر الى سياده العراق وما يجري من خلال ان هناك مشروعا نهضويا يراد من خلاله أن تكون عملية سياسية عادلة تحقق للعراقيين مبتغاهم ومسعاهم. لذلك حقيقة الذهاب إلى المعارضة هي فقط شعارات فيما بينهم من أجل إضفاء أن هناك عملية ديمقراطية وأن هناك عملية سياسية وأن هناك كتل سياسية ستؤلف حكومة وأخرى ستعارض وتراقب. وفي حد ذاته حقيقة هذا كلام من الناحية السياسية عقيم وليس له ذات قيمة، لانه الاسماء السياسيه هي اسماء منشطره من كتل رئيسيه، وبالتالي هي اعاده تدوير الوجوه فقط باسم ان هؤلاء لن يكونوا جزء من الحكومه، وانما احزابهم الرئيسيه ستكون هي جزء من هذه الحكومه، وبالتالي حقيقه لا وجود لاي اصلا مبدا للمعارضه ولا اي حزب سيذهب باتجاه المعارضه. وكل هذه الكلام حقيقة الشارع العراقي لن تكسبه هذه الشعارات، لأنه يعلم تماما أن هذه الأطراف السياسية هي أطراف قد حقيقة انشطرت من أحزابها الرئيسية بالتالي لتكثير المقاعد ولعب أدوار خفية وأدوار علنية، وهو حقيقة يأس منها جميعا ولفظها بطريقة واضحة في جميع تظاهراته. واليوم الشعب العراقي مدرك وواعي لهذه الكتل السياسية أنها تمارس عملية الخداع والنصب والكذب على الشارع العراقي بحجة الذهاب إلى المعارضة. على هذا الأساس حقيقة فإن العملية مبنية على أساس الاستحواذ السياسي والوصول إلى مرحلة الابتزاز السياسي بهكذا قضايا. ما مدى تقبل الشارع لهذه الفئة الحاكمة؟ الشارع العراقي أصبح أو بات واضحا للعالم وليس لنفسه أو للأطراف أنه يلافظ يعني يرفض تلك الكتل السياسية ولهذه العملية برمتها، وهو يلفظها بالكامل، لأنها حقيقة أصبحت على مستوى الرجل البسيط الذي يهتم بقوت يومه ويعمل نهار يومه دون أن يهتم بالسياسة، أصبحت له آراء برفض هكذا كتل سياسية وهكذا وجوه سياسية. وقد رأيتم اليوم حقيقة عندما أقام المالكي مجلس العزاء الحسيني رأيتم كيف يتصدر رئيس المحكمة الاتحادية بجانب المالكي، وهي رسالة واضحة أن المالكي لا زال يملك المحكمة من خلال رئيسها عندما يضعه طبعا. والقوانين في العراق حقيقة تحظر على رئيس القضاء وأي قاضي الحضور في مناسبات سياسية وفي مناسبات عامة لصالح فيها، لا سيما أننا في وقت حقيقة ينبغي أن يشعرون الناس بأنهم حياديين، لكن حقيقة الكل أصبح يعلم تماما أن المنظومة السياسية بكل تكتلاتها سواء بسلطاتها الثلاثة أو بغيرها حقيقة الشعب العراقي رافضها بالكامل ويعلم أنها حقيقة هي السبب الرئيسي لدمار العراق. طيب، بعد هذا الرفض يعني إلى أي مدى يمكن للتظاهرات أن تؤثر أو تترك أثرا في تغيير الواقع العراقي؟ الواقع العراقي من حيث العملية السياسية هي جارية بإطار أن هناك رغبة دولية احتلالية لبقاء هذه العملية، لأن دافع الضريبة الأمريكي حقيقة أوهم من خلال السلطات أو الحكام الأمريكان بأن هناك عملية ديمقراطية ضحى الجنود الأمريكان بدمائهم وأموال كثيرة تدفع جالبية الضريبة من أجل إرساخ كما يسمونه الديمقراطية. لكن حقيقة على المستوى البعيد أن الشعب العراقي عندما قاطع الانتخابات بدأ يفكر بطريقة جدية ما هي الوسائل الثانية التي من خلالها يمكن استعارة العراق واستعارة الوطن. بدأت بالتظاهرات، وقد رأيتهم كما كانوا يعولون على أن الشارع الجنوبي هو مع العملية السياسية. اليوم أصبح واضحا
ان 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 العمليه السياسيه اوهن من بيت العنكبوت، وان حتى النفوذ الايراني لم يستطع ان يحمي قنصليته في البصره، مما يؤكد على ان لو كان هناك خيارا حقيقيا دون ضغوط دوليه على الشعب العراقي لاستعاد الشعب العراقي انضمام المبادره، ولاستطاع النهوض من خلال حقيقة استعادة الوطن وفرض أجنداته التي من خلالها سيزيح هذه العملية السياسية.